لسه مستمرين مع حضراتكم ونتكلم عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة اللي نظموا مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري. أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وده في إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة. وزار وفد إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مستشفى العريش العام، وتفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين عشان يطمنوا عليهم، وكانوا حريصين أيضا على التحدث معهم. قافلة الشركة المتحدة المتجهة لمينا رفح البري هي عبارة عن 6 شاحنات محملة ب 150 طن من المواد الغذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الاحتياج الملح للمياه والمواد الغذائية بقطاع غزة في هذه الفترة زي ما كلنا طبعا متابعين. الحقيقة كمان زي ما تابعنا مع حضراتكم في الصور، تزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأعلام مصر وفلسطين تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وحملت لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها يد بيد مع أهلنا في فلسطين تعبيرا عن الدعم الكامل والوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين. خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع. بينضم لينا عبر الهاتف عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. يعني زي ما تابعنا مع السادة المشاهدين هذه الشاحنات، يعني تقول لنا تفاصيل أكتر يا فندم عن هذه الشاحنات وما تشمله أيضا هذه الشاحنات. في الأول أهلا بحضرتك، ثانيا الشاحنات اللي موجودة النهاردة خلينا نقول إن ده جزء من زي ما قلنا جسر إغاثي ممتد بدأ من المرحلة الثانية من القوافل، قوافل المساعدات اللي وصلت بداية من يوم السبت 4 نوفمبر، وأصبحنا بشكل يومي بنستقبل عشرات الشاحنات اللي بتحمل مساعدات متنوعة ما بين الطبي والغذائي والأغطية والكساء لدخول لتهيئتها الأول وتفتيشها وطبعا دخولها إلى معبر رفح البري. فده أصبح شيء يومي بيحصل كل يوم، بيكون في طبعا عشرات الشاحنات بتتنوع زي ما قلت ما بين مختلف المساعدات. النهارده طبعا بنشهد ان هي القافله النهارده بتحتوي على شاحنات من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، بالاضافه لشاحنات من مؤسسه حياه كريمه وبعض المؤسسات الاخرى من مؤسسات التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي. طيب استاذ عمرو، زي ما تابعنا في الخبر انه الوفد زار المستشفى وكمان تحدث الى المصابين، لو تكلمنا يا فندم على هذا المشهد وهذه الصوره تحديدا. هي الحقيقه هي زياره يعني نقدر نقول عليها زياره رائعة جدا بسبب بسيط، لأن المصابين فعلا من أهم الحاجات اللي قالوها ومن أهم الحاجات اللي كانوا بيأكدوا عليها إن ما حسوش أبدا إن هم مش في بلدهم، ما حسوش أبدا إن هم لوحدهم منذ وصولهم، وبيتلقوا يوميا أكتر من زيارة من أكتر من جهة، بيطمئنوا عليهم، بيتلقوا هدايا، بيتلقوا الرعاية الكاملة، مرافقينهم مهيئة الظروف كاملة ليهم ولاستضافتهم لحين انتهاء الأزمة. وأيضا زي ما أعلننا النهاردة كمان في المؤتمر الصحفي إن في مؤسسات كتير، مؤسسات التحالف الوطني على استعداد للتدخل بإجراءات أدق أو أصعب، إجراءات طبية أدق أو أصعب في حالة الاحتياج ليها لأي مصاب. فهم حاسين ان هم بيتلقوا كل الدعم واوجه الرعايه، وده اللي لاحظناه حتى في الماده اللي اتصورت معاهم النهارده. هم اغلبهم كان بيعبر فعلا عن امتنانه وشكره لمصر كدوله وكشعب وكقياده سياسيه طبعا متمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هم قالوا ان هو البلد الوحيد فعلا اللي هم حسوا ان هو شايل همهم وشايل هم القضيه هي مصر طبعا. طيب أستاذ عمرو، سريعا لو حضرتك كمان تقول لنا أكتر عن الجسر البري المستمر اللي بيصل طبعا حتى معبر رفح، وعايز أعرف كمان من حضرتك المساعدات اللي بتأتي من الدول اللي بتصل إلى العريش كمان.
لو عندك تفاصيل طبعا. الحقيقه فيما يخص الجسر الاغاثي المستمر زي ما قلت انطلق من يوم 4 نوفمبر والى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها اجمالا من اول ما بدات الازمه في 7 اكتوبر 2023 الى اللحظه دي بنتكلم عن وصول ما يقرب من 400 شاحنه من الشاحنات اللي جايه محمله بالمساعدات من المجتمع المدني المصري، من مؤسسات المجتمع المدني المصري بمختلف يعني اماكنها ومختلف توجهاتها، حوالي 400 شاحنه موزعه بين المؤسسات بتحمل زي ما قلت مساعدات مختلفه، ما بين بنتكلم في تقريبا 238 شاحنه من المواد الغذائيه، بنتكلم في 78 شاحنه من المستلزمات الطبيه او الادويه، بالاضافه لباقي الشاحنات اللي بتحمل مساعدات متنوعه من الاغطيه والكساء والاكفان او المياه. فطبعا احنا بنتكلم عن شاحنات كلها بتوفر الاحتياجات اللي فعلا محتاجها الجانب الفلسطيني واللي بيتم التنسيق فيها مع الجانب الفلسطيني. بخصوص المساعدات الدوليه واللي بتوصل لمطار العريش، زي ما حضرتك عارفه طبعا احنا الوضع الحالي في فلسطين او الوضع الحالي في المساعدات ان احنا بنستقبل نوعين من المساعدات. النوع الاول هو من الداخل المصري من مؤسسات المجتمع المدني المصري وده اللي بيقوم عليها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، والنوع الاخر بيوصل لمطار العريش او ميناء العريش، ده بتكون المساعدات الدوليه اللي بيستقبلها الهلال الاحمر المصري وبيهيئها للدخول لقطاع غزه. استاذ عمرو يعني برضو خليني استغل وجود حضرتك معانا واعرف منك برضو استعدادات المستشفيات، يعني هل احنا مثلا على سبيل المثال مستشفى العريش مستعدة انها تستقبل ايضا مصابين جدد؟ تكلمنا على شكل جاهزية المستشفيات يا فندم. الحقيقة ان انا يعني مش الشخص اللي ممكن يتكلم عن باسم المستشفيات طبعا، ولكن يعني خليني انقل لحضرتك الصورة من واقع اجتماع تنسيقي تم مع محافظة شمال سيناء من ايام، وكانوا بيستعرضوا فيه فعلا استعداداتهم والاستعدادات المستمرة لاستقبال الإخوة الفلسطينيين المصابين وطبعا مرافقيهم. فهم الحقيقة كان دايما في تأكيد من المحافظة او من الأجهزة التنفيذية في المحافظة على الاستعداد الكامل لاستقبالهم، وان هو مجرد استقبال الحالات وتصنيف الحالات ودرجة خطورتها لو حسوا ان في اي حالة تقدر انها تتنقل لمستشفيات اخرى، فده بيحصل بشكل يعني نقدر نقول عليه تلقائي عشان يعني تفرغ اماكن لاستقبال الحالات الاخرى اللي جايه من المعبر. طبعا عارفين دي اقرب مستشفى للمعبر، فيعتبر ان دي اللي لازم دايما يكون فيها اماكن متاحه، وباقي الاخوه المصابين بمجرد استقرار حالتهم بيكون في توجيه ليهم على مستشفيات اخرى. ده بالاضافه اللي انا باكد تاني برضو زي ما قلت لحضرتك هو استعداد العديد من المؤسسات اللي هي بتعمل في الجانب الطبي واللي ليها مستشفيات تابعه بالفعل انها تستقبل مصابين في مجالات اختصاصاتهم فعلا. حتى الان كم عدد الشاحنات يا فندم اللي نفذ الى قطاع غزه؟ حتى الان العدد الشاحنات اللي نفذ لقطاع غزه اجمالا من مساعدات مصريه ودوليه عدد يتخطى 800 شاحنه. 800 شاحنه. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.